مشاهدينا أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، والتي لازلنا نوافيكم بآخر المستجدات والتي تتعلق بالحريق المهول الذي نشب مساء أمس في جبال الشريعة، حيث تغطياتنا لا تزال متواصلة، وحسب المصادر تلفزيون النهار لا تزال الحرائق التي اندلعت أمس في جبال الشريعة متواصلة في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث امتدت النيران بشكل رهيب على العديد من المناطق في جبال الشريعة، حيث أتت الحرائق على قطعان المشية ومساكن المواطنين، فيما تدخلت قوات الحماية المدنية مرفوقة برجال الجيش من البليدة والمدية والعاصمة. عملية الإطفاء كانت جد صعبة بسبب هبوب الرياح والتي زادت من تصاعد ألسنة اللهب. ولمزيد من التفاصيل يلتحق بنا عبر الهاتف أحد المواطنين من مكان الحادث في الشريعة. أهلا بك سيدي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. إذا سيدي أنت من القاطنين في جبال الشريعة، ويعني شاهدت هذا الحريق المهول الذي اندلع أمس، يعني وصلتنا معلومات أنه الحريق ما زال متواصل اليوم في الصباح، يعني هل لك يعني أن توافينا وتوافي مشاهد تلفزيون النهار يعني الجديد حول هذا الحريق؟ الحريق ما زال متواصل. نعم الحرق مازال متواصل من البارح، الشيء على 6:15 حتى البقاء، مازال يعني مازال الجيش الوطني الشعبي والحمايه المدنيه مازالوا تحقيق المرادك. سيدي يعني ما على بالكمش يعني الاسباب الحقيقيه تاع هذا الحريق؟ مجهوله مجهوله. اذا سيدي يعني تفضل. كل عام تعلاقه، كل عام تعلاقه، كما البارح شعلنا قال على 5 جوايا ولا 4 جوايا ما جبناش نطفيوها. كل عام يشعلوها. يعني هل يعني تم تسجيل يعني بعض الاصابات من قبل المواطنين؟ هل يعني هناك جرحى او خسائر؟ لا كان في جرحى وشنو كاين، كاين خسائر مادية، كيما كاين غاشي عندهم كوالي تاع الجيش، كاين غاشي عندهم كوالي تاع الليل تاع الدكور تاع جنايين كاع حربوا ديور. نعم، يعني لحد الآن يعني رجال الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية متواجدين لحد الساعة هذه الساعات الأولى من صباح اليوم. راهم متواجدين نعم، طالعين العاصمة من القلوب في المناطق. نعم، قيل لنا من بعض المصادر المحليه هناك بان يعني كاين بزاف عائلات كانت حاصرتها النيران وكانوا يبعثوا باشارات ضوئيه الى رجال الجيش الوطني الشعبي، يعني هل مازال هم حاصرين ولا تم يعني خرجوهم من النيران اللي حاصرتهم؟ لا 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 خلاص خرجوهم. تفضل ضيف لنا التفاصيل سيدي. قلت لك البارح لحقت الديور، صح لحقت الديور ومن بعدك خرجوا، من بعدك خرجوهم الغاشي هذوك اللي كانوا في الديور. اصحاب الديور كاع خرجوهم، ما كانش اللي حرقت النار ولا.
شكرا لك سيدي. كان معنا مواطن من البليدة والذي يتواجد حاليا في مكان الحادث الحريق الذي نشب مساء أمس الجمعة بجبال الشريعة، والذي كشف لنا بأن الحرائق لا تزال متواصلة إلى غاية الآن، ولم يعني يتم تسجيل أي يعني وفيات من ضمن المواطنين الذين يقطنون بالمحيط هذه الحرائق. ولحد الآن رجال الجيش الوطني الشعبي يعني يبذلون قوتهم لكي يستطيعوا التحكم في هذه النيران، والتي يعني تواصلت بسبب وانتشرت بسبب الرياح العاتية التي هبت مساء أمس. وكما تتابعون مشاهدينا هذه الصور التي يبثها تلفزيون النهار حصريا، التقطتها كاميرا تلفزيون النهار. وكما تتابعون أيضا معنا مواطنين قدموا يد المساعدة بسبب يعني الحريق المهول. وفي نفس الموضوع دائما، أفاد رئيس وحدة الحماية المدنية للبليدة أنه تم إجلاء كل العائلات التي تقيم في المحيط الذي التهمته النيران دون تسجيل أي إصابات، نفيا أن تكون هناك عائلات قد حصرتها ألسنة النهب واللهب، وهذا قبل إصدار بيان من قبل الحماية المدنية للكشف عن الخسائر المادية أو حتى البشرية التي من الممكن قد نتجت بسبب هذا الحريق. المشكل اللي تلقيناه هو مشكل تاع الرياح المريع، عاودت انجرفت النيران من عده محاور. وكان عائلات راهي محاصره في الجبل. ما كانش لحد الان محاصره، احنا خرجنا كاع العينات اللي كانت في الاماكن محسوبه الممكن يلحقها الخطر، قمنا بالاجلاء تاعها مع المواطنين والاخر. الحمد لله الساعه ما عندنا حتى خطوره ولا تهدد. التدخل كان في الوقت ولا تاخرتوا شويه؟ كان في الوقت المناسب على كل حال. من قبل كنا في كان تدخل من ناحيه حي دريوش، وحاليا راه من قطاع الشريعه. وفي نفس الموضوع دائما، حول الحريق الذي نشب في جبال الشريعة، كشف العديد من المواطنين لتلفزيون النهار بأن الأسباب تبقى لحد الآن مجهولة. تحاول تسيطر عليها لكن الرياح راهي تسبب مشاكل وخطورة كبيرة. كاين ناس تعرفوهم راهم تحتها. كاين ناس وكاين ناس هاي دايره كوارة، ما طاحت لهمش فرصه فيها مناصب شغل في البلاد، طلعوا لهنايا داروا كوارة، دوك الدجاج تاعهم ولا الغنم تاعهم ولا كامل راهم يموتوا. يشعلوها من قبيله جار، ما الناس جهاله ما تعرفوهمش، الناس شغل يشعلوها ويهربوا، يشعلوها منا، يشعلوها في خمس بلايص ولا سته من الصباح. كل عام يشعلوها. جودة اللي تقوم بها السلطات العسكريه والمدنيه منهم الحمايه المدنيه. انت رانا واقفين هكذا حتى تطفى هذا النار وشكرا. كاين دي كاميرا محاصرين لتحت. رانا معاهم رانا نشوفوا فيهم وشكرا. اذا مشاهدينا، تغطيتنا لهذا الحدث يبقى متواصل، وستتابعون معنا خلال المواجيز في هذا اليوم مباشره من البليده، حيث سنقوم بربط الاتصال بزملائنا هناك ليوافونا بجميع التفاصيل حول هذا الحادث. إلى موضوع آخر الآن، حيث يتجه اليوم السبت الجزائريون نحو إقامة صلاة الاستسقاء بدعوة من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وهذا نتيجة الجفاف الذي مس عديد ولايات الوطن وما يرجع بالسلب على الفلاحين بشكل خاص. متابعة في موضوع مصطفى تونسي. يواجه الفلاحون الجزائريون تحديا كبيرا أمام تأخر نزول الغيث وحاجتهم له لموسم البذر والحرث المتزامنة وشهري سبتمبر وأكتوبر وحتى نوفمبر، وسط تخوفات من استمرار الجفاف الذي ينعكس بالسلب على مردود المحاصيل التي تسقى بالأمطار كالقمح وحتى الأشجار المثمرة. الفلاحين يقلبوا الأرض مرتين ثم كذلك بحرث عميق، وبالتالي أنه يسهل الزراعة بشكل لا بأس به، وبالتالي طرحت لي قضية صلاة الاستسقاء، فهي سنة من السنن اللي عملها الرسول صلى الله عليه وسلم، تسقى للأرض يعني ونطلبه الغيث من عند رب العالمين. ولايات اللي مسهم الجفاف في السنة الماضية هي أربعة، هي ولاية تبسة وولاية خنشلة وولاية أم البواقي وولاية اللي ما كانش فيهم الحصاد وما كانش فيهم العشب
وما كانش فيهم الإمكانيات اللازمة مثل الولايات الأخرى. الولايات الأخرى ما مسهمش الجفاف، فيه يعني المعدل وفيه اللي أكثر من المعدل. وزارة الشؤون الدينية ومع تخوفات الفلاحين من طول فترة تساقط الأمطار سارعت إلى دعوة الأئمة عبر ولاية الوطن التي تعيش جفافا إلى إقامة صلاة الاستسقاء والتضرع لله لإنزال الغيث. هناك تعليمة وجهت من طرف وزارة الشؤون الدينية لإقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت إن شاء الله عز وجل، ولهذا نحث إخواننا أن يخرجوا لهذه الصلاة لأنها سنة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام، والبلاد في حاجة إلى غيث وإلى مطر، ونلجأ لهذه السنة إذا كان هناك قحط وجدب، نتجه إلى المولى تبارك وتعالى ونتضرع إليه حتى ينزل علينا غيثا وحتى يعم الخير والفضل البلاد والعباد إن شاء الله عز وجل. إقامة صلاة الاستسقاء هو إحياء لسنة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم، وما من شأنها ربط الإنسان بخالقه وأن النعم من عند الله. القصص المرسومة فن يحترفه ويبدعه القليلون. إيمانويل لوباج واحد ممن أحب هذا النوع من القصص فجعله مهنة له. نتابع التفاصيل مع زميلة أحلام شواربية. يواصل ورثة فرانكين الأب الروحي لمهرجان القصص المرسومة بسان مالو الذي ينظم ابتداء من اليوم وإلى غاية 27 أكتوبر مسيرتهم على غرار جون كلود فوريني الأستاذ الفريد من نوعه الذي كون جيلا من الرسامين من بينهم إيمانويل لوباج صاحب رابعة في تشيرنوبيل، أحدهم 70 سنة سمين ملتحي وبشوش صاحب شخصية الرسوم مثل سبيرو، والآخر 47 سنة طويل القامة ورقيق متخصص في الروبورتاج المصور. كل شيء يوحي باختلافهم رغم أن الأول هو من كون الثاني في تقنيات الفن السابع. إيمانويل كان شغوفا بالقصص المصورة فكتب رسالة إلى جون كلود، وكانت المفاجأة كبيرة لما جاءه رد على رسالته. أعتقد أن ذلك اليوم كان يوما أساسيا في حياتي كرسام، رغم أن جون كلود لا يتذكر هذا اليوم، لكن بالنسبة لي فهو أساسي، عرفت خلاله أن كل شيء ممكن. Ça m'a fait prendre conscience que c'était possible. إيمانويل مقتنع وشغوف بعمله دخل الاحتراف انطلاقا من ورشته. العمل في ورشة خاصة للمحترفين واستعمال وسائل محترفة جعلتني أشعر أنني دخلت عالمهم آنذاك. لوباج يرجع فضل حرفته لجون كلود الذي علمه القواعد الأساسية في القصص المرسومة. جون كلود علمني هذه الحرفة طبعا، انطلقت في اتجاه مختلف، رسوماتي مختلفة تماما عن رسوماتك، لكنني أتيت من هناك وأنت من علمني القواعد الأساسية. القصص المرسومة نوع من القصص يحبه الكبير والصغير ويحمل الكثير من المعاني والرسائل. الموجز انتهى، لكن تغطيتنا لحدث الحرائق التي اندلعت في جبال الشريعة لا تزال متواصلة على تلفزيون النهار، ابقوا معنا. Mama take this bus for me 'cause I can't use it anymore. اكتشف بيجو 200 الجديدة. بيجو 200 متوفر الآن بسعر 1,189,000 دينار. الأخبار دون انقطاع على تلفزيون النهار، إليكم العناوين. الحرائق المهولة لا تزال متواصلة في جبال الشريعة خلال الساعة الأولى من صباح اليوم، والحماية المدنية تؤكد إجلاء جميع السكان المحاصرين وسط ألسنة لهب دون تسجيل أي خسائر بشرية إلى حد الآن.